كأنه متنا شوي، كأنه حياتي خلصت، ما عندي شيء استناه بالدنيا. من المؤلم أكثر إنه الممثلة القديرة ما قدرت تشوف بنتها يارا صبري اللي هي من أهم الممثلات السوريات بجيلها خلال سنوات الأزمة السورية، بس لأنه بنتها عندها موقف سياسي مختلف، بس لأنه بنتها طلعت قالت رأي في السياسي ما بقى فاتت على بلدها، ومن 12 سنة تقريبا أهلها ما بيقدروا يطلعوا لعندها لأنه صارت عايشة مع زوجها وعائلتها بكندا. الله يسامحك. والسؤال الأهم هلأ، هل رح تقدر يارا صبري بعد سنوات من عدم قدرتها على رؤية أمها، هل رح تقدر تزور جنازة أو عزاء أمها؟ الكلام لا يعبر عن إحساس الفراق، فراق صعب صعب. ذكرياتنا هي هي، ما فيش جديد. هلأ لما كانت بدبي كنت تطلع بس كندا أبعد وكورونا ومشاكل يعني. آخر مرة التقيت مع والديك يارا كانت أمتى؟ بال 2018